هلا محمد، الانتر انا اول عندك واحد رائع. مشجع. نعم، الانترنت عندك احسن شيء، دائما اول واحد بتصفيق. انا شغال لانه جيل 4:30، يعني انا اذا بدي اشبك مع الواي فاي اليوم ما بداوم. هلا هلا باشمهندس سامي. نعم حبيبي، اهلا وسهلا فيك. نايين الشباب، يلا بس انا بطفي الفيديو ستريمينج مشان ما يصير عندي لود. صح، اوكي. هذا المنتج الجديد اللي جاي بعد تقريبا 30 يوم ل 45 يوم ممكن تاخذوا البروتوتايبس. هذا اول شيء يونيفرسال، يعني بيركب على اي باك بوكس، ايطالي، اسباني، بريطاني، يوناني، المهم بيركب على جميع المقاسات. It's universal size. هذا ممكن ياخذ 1 to 3 ريليز. الشباب ما دخلوا معنا لحد الان. كمل ولا استناهم؟ اوكي، ادمت. اوكي، كم واحد تاني؟ معي انتو شباب؟ مين معي؟ محمد كأنه طلع. محمد طلع كأنه، ما هيك؟ دخل منقذ طلع محمد. القصة دخل، هي اجى. هذا جبل افندي، شغله جبل. جبل دخل محمد. يلا قولوا له محمد يدخل. طيب، في اشياء انتم ما سمعتوها سمع محمد، خليني اعملها لبين ما يجي محمد. السويتش هذا الجديد عباره عن سويتش شرائع. حيخلص، نعطيكم البروتوتايب تبعه بخلال 30 يوم تقريبا، 30 ل 45 يوم. هذا الحلو اللي فيه يا شباب، انه اول شيء 220 فولت مباشره، ثاني شيء مقاوم للزلازل، مقاوم للانرش كارنت، 350 تايم انرش ما عندك مشكله. ليش؟ لانه عملنا بقلبه ستدي للساين ويف مع الريسبونس تايم تبع البرودكت تبعنا، بحيث نعرف وين الزيرو تبع الساين ويف قبل ما نعمل تريجرينج للاضاءه مشان نقلل الانرش كارنت. بعدين حطينا شوك ويف اسمه ثيرموستر مشان يعمل ابزوربشن للانرش كارنت. بعدين حطينا بقلبه لكل تشانل 16 امبريلي. فهمتوا علي يا شباب؟ فهيك يعني ابو خالد هو بيشبه السوليد ستيت كونتاكتور او سوليد ستيت ريلي، انه ما بيفتح غير لما يكون صفر الفولتيه. ايه خطير هذا الكلام. ايه، هذا اعتبره انه كانه سوليد ستيت ريلي ثلاثه شانل. يا الهي، حلو حلو. كل شانل 16 امبير مع تاتش، مع تاتش. مو بس هيك، عملت لك الفريم تبعه، الفريم اللي على الحيط ترانسلوسنت، قلبه ال اي دي. يعني بدك بتشغل كمان اضاءه حوالين الحيط خلف السويتش تاخذ العالم. نعم نعم. انت عم تحكي ابو خالد والدكتور عم بيحكي. نعم. مع شو اللي مع مع بنات جنبه، اما انا عم احكي معكم شباب رجال. ده مين ده؟ انا؟ الدكتور. ايه انت يا دكتور.
ايوه ما لازم بص لازم في الجو يبقى متلطف كده واخد بالك حاجه تدخل عليك كده ريحه حلوه كده واخد بالك. انت تعرف مع مين عم تحكي؟ انت عم تحكي مع السعوديه تشفارين. لا ماشي عادي ما انا كنت في السعوديه برضه الشباب حلو يعني. لا وبعدين من المدينه المنوره يعني يعني كله ممنوع. ايه يا ممنوع. طيب دي بدي اسالك سؤال ابو خالد تفضل. اذا هذا سوليد ستيت يعني ما له صوت لما بيعمل سويتش؟ لا لا ما له سوليد ستيت. هذا مثل السوليد ستيت بياخذ حجم كبير عندي. هذا عم اقول لك الرياكشن او احنا عملنا البيهيفير تبعه كانه سوليد ستيت. ولما بيعمل سويتشنج بسمع صوته؟ لا خفيف كتير ما بتسمعه لانه اوريدي بقلب الحيط. خفيفة تكة خفيفة ما بتسمعها. رائع تمام تمام تمام. عملنا لكم حواليه لهاد حواليه LED يعني كمان بيعطي إضاءة رائعة على الحيط. فينك تشغلها أو تطفيها على حسب مكان السويتش. يعني بالليفينج روم ممكن تشغلها، بالبيدروم ما تشغلها إلا إذا بدك أنت نايت لايت كمثال، او تشغلها لما بيكون اون وتطفيها لما بيكون اوف وغيره. بس وين احلى شيء بهذا غير انه 16 امبير بيتحمل الان رش ولحد 3 شانل ريلي؟ في ميزه حلوه اللي هي انه بيشتغل without neutral wire. يعني حتى لو ما عندك نيوترال بيشتغل. فهمت علي؟ شلون بده يشتغل بدون نيوترال؟ ها؟ شلون بده يشتغل بدون نيوترال؟ هاي دي احدى التريكات اللي احنا عاملينها الجديدة. عاملين مثل دامي باي باس. اوكي؟ فهاي دي احدى الميزات. مش هيك عم قلكم الميزات كلها اللي بقلبه مع السعر الخرافي اللي حينزل فيه. هلا احنا حاطينه هون انه ب 145 اند يوزر تمام، بس الماس بروجكتس هو الهدف منه. الماس بروجكتس في اسعار خاصه جدا جدا جدا، عم تحكي على 30 35 دولار او اقل للماس بروجكتس. مشان انت بشغله 30 دولار راسا لل شو بيسموها للشقق الخالصة وللمشاريع اللي بدها حتى اللي under construction، بس اللي بدها اللي ما عندها بجت عالي. فهمتوني شباب؟ دكتور هيدي حيعجبك. اي ماشي انا سمعك. ايه يعني هذا نحن حنفك السويتش العادي اللي في الحيط. ايه هلا بدل ما انه تقول للكهربجي تعال ارجع مدد لي الاسلاك سنترال على الدي بي مشان اقدر احط عليها اوتوميشن سيستم، لانه احنا عندنا ما عندنا مشكله بالتركيب. يعني الموسيقى سهل انه اي كل الوايرنج تبع الاسبس سهل، بس انه ارجع اعمل انا وايرنج للكهرباء كلياتها سنترال واقول للكونتراكتر رجع لي اياها كلياتها سنترال، هيدي اكبر مشكله اليوم عم نواجهها بالمشاريع بالذات الماس بروجكتس. يعني بكون التمديد بصير التمديد مثل ما هو، بيضل كل شيء عادي، بس اللهم احنا منضيف للموسيقى او ما في داعي نضيف لانه صار عندنا اي بي جي. مو بس هيك، المينيفون اوديو 2 اللي حيجي جديد بعد شي شهر ونص كمان يا شباب بقلبه اي بي جي راسا، يعني ما في داعي تشبكوا على الاسبس. صار بس نفس السويتش حطه وبتشبك عليه سبيكرات وخلص صار كله وايرلس تمام. واذا كان في عندي اكثر من اناره ايه بتحط سويتش ثاني ثالث رابع؟ لا لا قصدي انه اذا كان في له اي بي جي. هو بقلبه اي بي جي كل سويتش. ايه بس زي انه بصير يعني بخليهم يتبعوا لبعضهم ولا كيف بتصير العمليه؟ هلا هيدي نيو تكنولوجي اوف واي فاي.
بقلبه ذا ليتست تكنولوجي اللي بتعمل لك مش بتعمل لك نتورك جريد يعني مش ايرباص مش واي فاي مش تمام اللي هو هذا سويتش هذا المحتاجه تفضل أقول نحتاج تشرح لنا اياها بعدين اوكي اليوم عندي غرفه الصفره فيها سويتش المدخل فيه سويتش غرفه النوم في الاولى فيها سويتش الثانيه فيها سويتش الماستر فيه سويتش بشيل السويتش القديم بحط هذا انتهى بعدين بشبكهم كلياتهم على الواي فاي راوتر تبعي صار عندي واي فاي باص بقيت الاجهزه بشبكها بس انتهى حلو هيك حلو كثير وقديش اقل كميه في الماس بروجكت يعني المفروض انه ما يكون عندك اقل من 50 شقه اقل من هيك حرام تنزل لهم السعر إيه ممتاز بس قصدي انه يعني يعني اقل طلبيه 100 قطعه يعني 200, اقل طلبيه 100 قطعه يعني اذا الشقه ممتاز. عم ياخذوا بس سويتشين ان شاء الله هاي 100 صح طيب بنيجي بعد هيك على شيء اسمه هوتيل هوتيل ان هوسبيتاليتي طيب ها معلش هلا في الوضع الحالي لبين ما يصير فيها بيلت ان اي بي جي بيستخدم الواي فاي عفوا لا قبل ما يصير فيها اي بي جي شو بدك بيستخدم حاليا الواي فاي الهارنس صح الواي فاي هارنس او بتستخدم الاي بي جي مظبوط صح مع تريل لانه هي كيف هي فيها كمان هلا مشان تعمل بليسمنت لقلك هلا خلينا نقول انا عندي اليوم بدي احط مثل هذا الشكل تاتش سويتش عند غرفه القعده الليفينج روم وانا ما عندي الا كهرباء 220 هلا وما في ما فيني اسحب ابدا داتا كيبل مظبوط شو الاجهزه اللي لازم اشتريها من الاس بس هلا تو ريبليس او تو دو ذس الاجهزه هي بدك تشتري تريل كليك 3 ريلي تريل كليك و1 موديول بدك تشتري اس ويف او اي بي جي بدك تشتري تاتش سويتش ارت سيريز حقه $145 كمان صار عندك 145 زائد 60 زائد مثلا 90 قديش صاروا؟ صار 300 تقريبا شي $300 بدل ما تشتريهم ب $300 عملنا لك اياهم كلياتهم بقلب واحد خارق ونص السعر عشر السعر You got it now? وإمت هذا فينا هلا بتقلي ليش بعشر السعر بقول لك لأنه صار عندي بس مجول واحد آي سي واحد هنيك لا إمت فينا نطلب آي سي لكل واحد فيهم بتعرف في رأس لما جينا قلبنا المكتب تبعنا كمان نفس المشكلة احنا واجهناها اضطرينا انه بالآخر نكسر مشان نمد الاسباس مظبوط صح بعرف مشان هيك ان شاء الله هذا رح يحطهم بالمرتبه الاولى المرتبه الاولى لحظه المرتبه الاولى بالبروفيشنال سيريز لازم تسالوني اليوم عن الفرق بين الريتيل والبروفيشنال فيري فيري امبورتنت كويستشن اذا اليوم نسيتوا تسالوا لي حزعل كثير وانا حنساه ده رح نسال في نهايه طيب. تخلص اوكي نمشي على الهوتيل هلا والهوسبيتاليتي إيه. اوكي هذا هلا نوت ريدي وقفناه لنخلص الاي بي جي او نخلص الوايرلس سويت هذا بعدها حنعمل لكم وايرلس هوتيل
يعني بصير عندك الدو نوت ديسترب والكلين روم والبيك اب لوندري والبليز ويت ورقم الغرفه والدور بيل كلياتهم وايرلس بتركبون لاي اوتيل قديم شباب وبتعمل له ابجريد للسيرفيس بدل ما يحط كرتوني على الباب. هاي بدك تستعجل فيها يا فراس. ايه بس لنخلص هيدا الستابيليتي تبعيته اول. يلا ان شاء الله. ايه بنيجي بعدين مشان هيك انا حاطط شايف بس هيك حاطه هذا هون وحاطط لايك انه نوت ريدي. فجأة بيتغير اللون الاخضر. اوكي هلا هون في عندك سيمبل بيل هذا سليف كنت انتبهوا مع انه الشكل نفسه كل شيء نفسه بس هذا سليف سليف حقه بس $50 $59 تمام بينما اذا تشتروا مثله نفسه ماستر مثل هاد بتلاقي بحوالي 90 او 100 و $100 ضعف السعر السبب انه هذا اس باس هداك سليف مانو اس باس يتوصل على الكارد هولدر اللي هو هذا سليف يتوصل على الكارد هولدر تمام شباب انتبهوا الكارد هولدر بيعطيك ال اي دي اوت وبيعطيك دراي كونتاكت مشان تقدر توصل سليفات عليها سليفات في عندك سمول سليف وفي عندك بيج سليف عندك سمول سليف وعندك بيج سليف هذا سمول سليف وهذا بيج سليف هذا بيج سليف تمام انواع مختلفه وعندك نوت سليف كمان منها في سليف وفي نوت سليف هذول ما نون سليف هذا البل وهذا بل واكسس مع بعض نوعين بل واكسس في عندك بورتريت ولاندسكيب تمام شباب اوكي هذا سمول 3 باي 3 هذا ميلينيوم سيريز تاتش يعني هذا مثل هاد بس الفرق انه هذا تاتش هذا تاتش حتى البل تاتش هذا البل مانو تاتش اوكي كليك ايوه دينغ دونغ بوش هذا تاتش هذا مانو تاتش هذا البتنز ريكويستر كمان هدول فيهم شايفين هون النقطه الصغيره هاي هذا موشن سنسر هدول فيهم اوكيبنسي سنسر الميل سيريز الميل سيريز في بقلبهم كلياتهم شايف اوكيبنسي سنسر هذا الثيرموستات ثيرموستات مع سيرفيس هذا التاتش شايف فيهم سنسرات هذول كلهم ديفرنت تايبس اوف تاتشز عملنا كمان كثير حلو هاد عباره